نفهم القصة من خلال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، معنا تليفونيا. أهلا بيك يا دكتور خالد، وصباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ هشام، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك بألف خير يا فندم. خليني أبني على كلام حضرتك. هو بالفعل يعني في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء الإمثال المصري على أرض المحليات، سواء كنا بنتكلم على ديوان وزارة التنمية المحلية أو على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والعنصر البشري اللي موجود في الإدارة المحلية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. والهدف من هذا وذاك يا فندم هو الإثقال من ثقل الخبرات بتاعتهم من جانب، ومن جانب تاني بناء صف قيادي تاني من قيادات المستقبل بالمحليات، وده في إطار الجمهورية الجديدة. وإحنا طبعا بنستهدف السنة دي تدريب 6000 متدرب في الخطة 2022-2023، واللي هتبتدي منتصف أغسطس القادم إن شاء الله. وبالفعل بتتضمن 155 دورة وورشة عمل بمعدل زيادة عن العام الماضي 27% كالعام التدريبي السابق، بس فيهم كمان 65 دورة جديدة بنسبة تحديث 42%. وطبعا كل ده هيتم خلال إن شاء الله لمدة 10 شهور قادمة بإجمالي 183 أسبوع تدريبي بنسبة تفوق العام التدريبي السابق بنسبة 17%. لكن الجديد في الأمر كمان يا فندم هو الجزء الخاص بطبيعة الدورات اللي بتتم، أنها تعتبر دورات في مجالات جديدة، في الأوجمانتد ريالتي، في موجودة في الميتافيرس، موجودة كمان في الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، كمان طبعا حاجات ودورات في مجال تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. وده بيتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي الكوب 27. كذلك الأمر الجزئية الخاصة بشركاء التنمية اللي احنا بنشتغل معهم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، و بالإضافة إلى ذلك الدورات الخاصة بتحليل البيانات، وناهيك بقى عن الدورات المتخصصة في مجال إدارة الحكم المحلي والدورات المتخصصة في تنمية التنمية المحلية والإدارة الاقتصادية المحلية. طبعا احنا هنا معانا شركاء للتنمية بيشتغلوا معانا، وبنعمل كمان تدريب عن بعد زي الـ VNG اتحاد البلديات الهولندي، كمان بنعمل الشغل مع الGIZ والأكاديمية الوطنية للتدريب. كل دي وكالات من شأنها ان احنا بنرفع من كفاءة المتدربين، وبنقدر نخدم على عدد اكتر من المتدربين في مجالات متعددة زي ما اسلفت، في الإصلاح الإداري، في المراكز التكنولوجية، في مراكز خدمة المواطنين، تنمية برضو مهارات قائدات العمل التنفيذي على مستوى المرأة ومنظومة الاتصال السياسي. كذلك الأمر فيما يتعلق بدورات ريادة الأعمال وتطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان، كل دي من المجالات اللي احنا حريصين عليها. كذلك الأمر فيما يتعلق بإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات وتنمية البشرية، وخاصة كمان في هذا الشأن نظم المعلومات الجغرافية الGIS، وده لحصر وإدارة أملاك الدولة المصرية. كذلك الأمر تدريبهم على القوانين الخاصة بالإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان. كل ده من شأنه بيرفع من كفاءة العنصر البشري اللي بيعمل على الأرض في الوحدات المحلية على أرض المحافظات المصرية. طيب دكتور خالد، برضو حابب يعني أكلم حضرتك في فكرة، يعني بعد تحريك أسعار الوقود وفقا طبعا للزيادة الأخيرة، إزاي حضراتكم بتتابعوا وسائل المواصلات العامة، وإن محدش يزود الأجرة على الناس من خلال المواقف المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية؟ أول حاجة فندم، نتيجة للتسعير التلقائي، لجنة التسعير التلقائي اللي حصلت يوم الأربعاء اللي فات 9 صباحا، بالفعل حصل اجتماع معالي الوزير وسادة المحافظين، وتم تعميم الإجراءات. وكذلك الأمر ربط غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية، وتم تحديد التعريفة الجديدة بناء على الزيادة
الزيادات المختلفة، والتعريفة كانت في من حدود من 5% إلى نسبة الزيادة من 5% إلى 7%. تم إقرار هذا الأمر، المحافظات أرسلته، وكذلك بالإضافة إلى هذا وذاك تم التعميم على بنرات، ونزل السادة المحافظين على الأرض ونوابهم وسكرتير عموم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة المواقف، إن نتأكد أن البنرات ولوحات الإرشادية موجودة ولا لا. مديري إدارات المواقف، ليس المواقف الرئيسة ولكن المواقف الرئيسة والفرعية وغيرها، للتأكد من الالتزام سواء السائقين أو العاملين على الميكروباصات اللي موجودة أو وسائل النقل اللي موجودة. أما فيما يتعلق وأن يكون في ملصقات على السيارة تحدد التعريفة الجديدة بحيث أن يبقى الكل عنده المعلومة. خليني أقول لحضرتك النهاردة، بس الملصقات هنا دكتور خالد هي إجبارية يا فندم على كل السيارات الأجرة؟ طبعا إجبارية. طبعا الملصق ده بيحدد خط السير وبيحدد قيمة التعريفة اللي حضرتك هتدفعها كراكب. ده شق. الشق الثاني النهاردة اليوم الخامس، معالي الوزير والسيد محافظ الجيزة دلوقتي بيراجعوا على الأرض المواقف اللي موجودة في محافظة الجيزة ومدى الالتزام بيها. أمس كان مواقف القاهرة، وجميع السادة المحافظين على مستوى 27 محافظة مصرية يوميا بينزلوا، القيادات التنفيذية يوميا بتنزل على الأرض للتأكد من التزام كافة المعنيين والعاملين على الأرض وكذلك سيارات الميكروباص. احنا طبعا حاطين أرقام خطوط ساخنة وأرقام شكاوى في كل المحافظات، يا ريت يا فندم نعلم بيها، لكن النهاردة مبادرة صوتك مسموع، رقم الواتساب الخاص بيها لاستقبال شكاوى التعريفة أو أي حد يخالف في التعريفة 011 50 60 67 83، في خط ساخن 15 330، كذلك الأمر صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع، كذلك أيوة. الأمر الآلية الرابعة الإيميل أدرس لوزارة التنمية المحلية info@mld.gov.eg. معلش نراجع الأرقام مرة تانية مع بعض كده دكتور خالد. الخط الساخن رقم الواتساب 011 الواتساب 011 50 60 67 83. إنما الهوت لاين 15 330. تمام. أي حد عنده أي شكوى يتواصل على مدار الساعة. تمام يا فندم، 7 أيام في الأسبوع. تمام. لأن في فرق عمل صوتك مسموع رابطة مع 27 غرفة عمليات صوتك مسموع بيرقصها السيد سكرتير عام المحافظة المختص، وبالتالي بتتبعت من هنا توصل سكرتير العام مع فريق العمل اللي معاه، تتحل المشكلة يبعتها لنا، نبعتها لصاحب الشكوى وبننشرها على صفحتنا على بوابة وزارة التنمية المحلية. يا فندم هنا نوعية الشكاوى اللي ممكن تقدم من خلال صوتك مسموع، بخلاف فكرة ان انا مثلا عندي مشكلة في أجرة سيارة او الكلام ده كله، ممكن حضرتك اشغالات في الشوارع، ممكن حضرتك قمامة، مشاكل خاصة متعلقة بالقمامة او تراكمات قمامة، ممكن حضرتك تعدي على أراضي الدولة، ممكن حضرتك تعدي على أراضي زراعية بالبناء المخالف، ممكن حضرتك أي شكوى متعلقة بمكافحة الفساد، ممكن حضرتك أي شكوى متعلقة بحياة كريمة، ممكن أي شكوى متعلقة بمواعيد الفتح والغلق للمحال العامة وغيرها من الشكاوى. يعني ده كل ما يخص المحليات يا فندم من خلال الأرقام دي يتم التواصل مع حضراتكم بإذن الله. بالضبط يا فندم، حضرتك بتبعت بتوثق الشكوى طبيعتها بالصور بالعنوان وبالصورة، وإحنا بنزيل سبب الشكوى برضو بنفس الصورة بنفس المكان. هل في يا فندم وقت محدد مثلا للرد على الأسئلة اللي احنا ممكن نطرحها من خلال أو الشكاوى حتى اللي بنطرحها من خلال الواتساب أو من خلال الهوت لاين؟ طبعا يا فندم، يعني القمامة دي بتبقى في نفس الوقت، يعني ساعتين ثلاثة ممكن يترد على حضرتك فيها. إنما مكافحة الفساد وغيرها دي ممكن بتبقى بترفع للسيد الوزير وبتبقى بتحل جهات التفتيش والمتابعة عندنا والرصد، وبتنزل تتأكد من صحة الشكوى، لأن إحنا أحيانا بيجي لنا بعض الشكاوى الكيدية ان حد يعني بيكيد في حد، فاحنا برضو لابد ان احنا
قبل اتخاذ الإجراء نتحقق من صحة ما جاء فيها، وخاصة فيما يتعلق بده. فده برضو اللي يعني خلينا أقول لحضرتك إن معدل الأداء من أكتوبر 2018 حتى تاريخه حوالي 97% تم الرد عليها، و 3% جاري فحصها في والرد عليها. آخر شهر اللي هو شهر يونيو التقرير بتاعه كان معدلات الأداء تتجاوز 84% ورد على الشكاوى، وفي بعض الشكاوى بتبقى بتحتاج دراسة وفحص وتحليل زي ما قلت لحضرتك كده، وبالتالي دي بتاخد وقت وبيتردى برضو على صاحبها. يعني أنا بشكرك جدا يا دكتور خالد، شكرا جزيلا طبعا على وجودك وعلى وقتك. دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة كنت معنا تليفونيا، بشكرك يا فندم، ألف شكر.